ازيكم شباب؟ الفيديو ده ان شاء الله هنكمل شغل في الحاجات اللي احنا عملناها المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت كنا خلصنا اليو اي، والمفروض ان الفيديو ده هنكمل على الجزء اللي هو الكود بقى من ورا بيعمل ايه، او الفانكشنز بقى اللي انت زودتها دي هتعمل ايه بالظبط. ف عادة في الشغل احنا بنسمي ده سواء اليو اي ده بيقولوا عليه مثلا فرونت اند، والكود اللي ورا ده باك اند، او نظام او سيستم كلاينت وسيرفر، على اساس ان الكلاينت هو اليوزر بيستخدمه او اليو اي، والسيرفر هو الكود اللي بيشتغل ورا على الداتا اللي انت بتبروسس عليها يعني. ف خلينا نشتغل شويه، احنا عاملين شويه فانكشنز هنمبلمنتهم مع بعض. احنا شغالين دلوقتي هنعمل النيو والاوبن والسيف والسيف از. طب ايه الدليل بتاعنا او ايه الحاجه اللي احنا نشتغل عليها؟ خلينا نجرب النوت باد. النوت باد اول ما بيفتح كانه بالظبط عمل لك نيو فايل. النيو فايل ده بيسميه انتايتلد لان هو ما يعرفش اسمه ايه، ولا الباص بتاعه، ولا الفورمات بتاعته. بيديك اول ما تيجي تكتب وتاديت يعمل لك علامه استريك، فده كده معناه ان انت الكود اديتد. هل انت لو جيت حتى قلت له اقفل هيقول لك انت ما سيفتش عايز تسيف، فانا هقول له سيف مثلا. فعشان هو مش عارف ان هو انتايتلد او مش عارف الباص بتاعه، فلازم يطلع لك حاجه اسمها فايل ديالوج. هي دي الفايل ديالوج على اساس ان انت هتسيف فين وكده يعني. فخلينا نعمل حاجه زي كده دلوقتي. بس احنا ما محتاجين نشيل معانا هنا كيو سترينج، نشيل معانا الفايل نيم، او خلينا نسميها الكرنت فايل نيم يعني كيو سترينج. تمام، على اساس ان هو لو الكرنت فايل ده فاضي فانت كده بالنسبه لك ما هيبقى انتايتل. طيب هنحتاج فانكشن تانية عشان نعمل لنا القصة دي هتساعدنا يعني. set current file. set current file ديت بتديها اسم الفايل اللي انت هتشتغل عليه دلوقتي، يعني بتعرف السيستم بتاعك انت الفايل بتاعك او اللي انت هتشتغل عليه دلوقتي ده ايه، وهو ده اللي بنشيلايز بيه السيستم بتاعنا. انا جهزت بس السوليوشن بشوية حاجات، هقسمتها بس شوية هيلبرز والفانكشنز الأساسية اللي احنا هنكودها مع بعض. ف set current دي بتتكلم عن ايه او بتقول ايه؟ الحتة اللي انا وريتها لك ان هي بيعمل لك untitled، فهو كل اللي مسؤول عنه الفانكشن دي ان هو هيخلي لك الابليكيشن بتاعك كأنك فاتح فايل لأول مرة. فعشان نعمل حاجة زي كده هنقول له ان الكرنت فايل نيم هو الفايل نيم اللي انت هتبعته للفانكشن دي. وعندنا فانكشن تانية اسمها في التكست اريا. التكست اريا دي اللي هي التكست اديت اللي انت بتكتب فيها، فيها حاجة اسمها دوكيمنت. دوكيمنت دي ده الهولدر اللي شايل لك التكست اللي انت كاتبه. في بقى شوية فانكشنز. ايه شوية الفانكشن دي؟ يعني مثلا ممكن تقول له ان سيت موديفايد، سيت موديفايد، فانت بتقول له ان هو الموديفايد ده لو بفولس فانت كده كأنك التكست دي انت ما عملتلهاش اديت خالص. ممكن تيجي لنفس السطر ده كده وتسأل نفسك هل ده موديفايد ولا لا، فيقول لك از موديفايد. فاز موديفايد هيرجع لك هل التكست اللي انت فيه دوت حصل له اديت ولا ما حصلوش اديت. بعد كده ممكن نقول للست الويندو، الويندو موديفايد برضو بفولس، على اساس ان هو لو خلاها موديفايد بترو فيعمل لك علامه الاستريك اللي انت شفتها. بعد كده نقول له انا عايز اشو نيم، وده هيبقى اسم الفايل اللي انا شغال عليه دلوقتي. شو نيم هتظهره في الحته ديت، ف محتاجين نتشيك الاول لو الكرنت فايل نيم دوت is empty. لو هو فاضي خلي لي الشو نيم دوت بان تايتلد. غير كده
تعمله لي باسم الفايل اللي احنا هنشتغل عليه، وده نسميه untitled dot text مثلا. غير كده هقول له set window، دي فانكشن موجودة في المين ويندو نفسها او في الويدجت نفسها. set window file path، فهو بيخلي لك التايتل بتاعها هو الباص اللي انت شايفه. فلو انت عملت initialization للويندو بتاعتك اصلا بالset current file، فلو البرنامج او النوت باد بيفتح لاول مرة، فانت هتحتاج ان انت تقول له انت الكيو سترينج ده فاضي مفيهوش اي حاجة خالص. ونرن الكود، المفروض يظهر لنا untitled. طيب ده جميل قوي. خلينا نعمل تاني فيتشر اللي هي ان هو لما بتيجي تاديت ف يقوم يعمل لك علامة الاسترك دي ان هو عمل له اديت يعني. فممكن نقول له document modified مثلا، modified، و implement الفانكشن دي. ماشي، برضو التكست اريا الدوكيمنت زي ما قلنا. يا دي النيلة، الكيبورد بتاعتي عايزة تتضرب بالنار. الدوكيمنت هنقول له is modified، is modified دي بترجع true or false. طب حلو، طب انا عايزها بقى ليه true or false؟ عشان والله لو هي modified فحط لي الويندو خليها modified. طب ده شيء جميل جدا. طيب هفاير الفانكشن دي امتى؟ هفاير الفانكشن دي امتى؟ احنا كنا استخدمنا الكونكشنز، فخلينا نستخدم الكونكشن برضه. فنقول له كونكت، هكونكت على ايه؟ هكونكت على التكست اريا. التكست اريا بتاعتي هي لا الدوكيمنت بتاعتها، الدوكيمنت بتاعتها. والله لو الدوكيمنت ديت فيرت السيجنال اللي هي بتاعت كيو تكست دوكيمنت دي جواها سيجنال اللي هي كونتنت تشينجد، حلو قوي، فير لي هنا في الفانكشن في الكلاس اللي انت فيه الفانكشن الفلانيه، الفانكشن الفلانيه دي اللي هي ويندو موديفايد دوكيمنت موديفايد. هو انا كاتب حاجه غلط؟ تمام، انت ممكن تعمل رينيم كده دوكيومنت وهو هيعمل لك رينيم، ف هيجيب لك هو عمل لها رينيم فين. تمام، انا حاسس ان انا عملت حاجه غلط. ماشي يعني كده احنا هنا دوكيمنت موديفايد، جينا هنا دوكيمنت موديفايد، خلاص تمام هيكونكت. طب ما تيجي نرن الكود. موضوع الكلام ده متعب قوي يا جماعه، والله انا بحس ان انا بهبط على اخر الفيديو. تمام، لما بتيجي انت تكتب اي حاجه هو كده خلى لك الويندو بتاعتك استريك ان هي خلي بالك هي موديفايد. طب جميل، لو انا عايز اسيف بقى، انا دلوقتي عايز اسيف اعمل ايه؟ فخلينا هنسيف الاول، لا خلينا النيو الاول، خلينا نيو الاول. انا عشان افتح حاجه جديده عندي تو سيناريو، يا اما انا مش كاتب حاجه خالص وبعمل نيو فايل، فاللي هو بيفتح لي فايل جديد، فانا بعمل كلير للتكست اريا دي، او ما بع... التكست اريا ما فيهاش حاجه اصلا عشان اعمل لها كلير، يا اما كاتب شويه حاجات والحاجات دي انا مش عايزها. فلازم اسال نفسي الاول هو انا هسيف ولا مش هسيف. فلازم نعمل فانكشن الاول بتسالني قبل ما اعمل اي حاجه، هل انت عايز تسيف وقت سيف ولا لا؟ فنقول له ميبي سيف. maybe save دي المفروض بترجع بوليان، ترجع بوليان عشان هي بتسألني والله يا عم شعلان لو انت عايز تسيف او لا. عذرا على طريقة كلامي، بس انا يعني دي المرة 19 اللي انا بعيد فيها الفيديو ده، ف تعبت بصراحة. ماشي، maybe save
ميبي سيف دي بقى بتعمل ايه؟ بتقول لي الاول لو التكست بتاعتي، التكست اريا بتاعتي، الدوكيمنت اللي جواها لو هي از موديفايد، لو مش موديفايد ريتيرن ترو على طول. اي انت بتقول له لا انا ما فيش حاجه ومش عايز اسيف. طب لو انت عايز تسيف فانت محتاج تطلع له حاجه زي تكست او محتاج مسج، فممكن نقول له كيو مسج بوكس از ا وورنينج. الورنينج ده بياخد الكلاس او الويندو اللي انت واقف فيها وبياخد التايتل اللي هو وورنينج، تمام، وبياخد المسج اللي انت هتطلعها له this او the document is modified، وتعمل له slash slash n قال يعني new line. do you want to save؟ تمام كده انت اديته المسج بتاعته. محتاج بقى تدي له شويه اختيارات، فالاختيارات بتاعته اللي هي ايه، يا اما كيو مسج سيف فانت عايز تسيف، اور مع كيو مسج ديسكارد، فالديسكارد ده اللي هو انت مش هتسيف ولا هتعمل اي حاجه فيمسح لك كل حاجه، او كيو مسج كانسل السيف ده، كانسل النيو لاين ده او اي حاجه اللي انت تعملها عشان ما تضيعش الداتا اللي انت كتبتها. فنديله ريتيرن ما الواضح ان انتليسنس قرر ان هو يعملها معانا في الفيديو ده، قدر الله ما شاء فعل، يعني كانسل انا مش عايز منك حاجه. فهنيجي نقول له انا كيو مسج بوكس لو ده سيف، دي كيس ان الكلام ده لو سيف اعمل له بريك، وخد نفس الاختيارين التانيين، واحد بيكنسل وواحد بيديسكارد. طيب التلاتة دول لو جولي ايه اللي هيحصل؟ اول واحد هضطر اعمل سيف يعني ما قداميش خيار تاني، لو كنسل هريتيرن فولس فمش هيغير في الداتا اللي موجودة، لو ديسكارد سيبها زي ما هي وفي الاخر وانت خارج اعمل لي ريتيرن بترو، فمعنى كده ان انت مش محتاج تسيف. فهنيجي هنا واحنا بنعمل نيو نسأله نقول له والله maybe save لعل اليوزر ما مش ملم بالموضوع كفاية يعني، فهيجي يقول له لا والله لو انت مش عايز تسيف فانت ممكن تعمل لي كده كالآتي، text area clear all، بعد كده set ال current file as a queue string فاضي ما فيهوش اي حاجة خالص، فانت كده يرجعها لك untitled فوق، فانا كده عملت new. طب ما تيجي نجرب، تعالى نجرب. على فكرة انا الكود ده انا جايبه من على الدوكيومنتيشن بتاعتهم يعني، ف انا بس زودت عليه الجزء بتاع الشيدرز، فيعني انتوا لو حابين ان انتوا بتخشوا تشوفوا فانا بسهل الموضوع يعني. untitled، فلو كتبت جاب لك الكلام ده، طب انا لو دوست نيو هيقول لك خلي بالك ان الدوكيمنت موديفايد، هل انت عايز تعمل ايه؟ فلو سيف هيسيف، ديسكارد هيمسح كل حاجه وجايب لك untitled جديده، لو دوست كانسل هيرجعك تاني، خلي بالك دي اديت انت محتاج تسيف. طب ده شيء جميل جدا، احنا كده عملنا نيو فانكشن. تعالى بقى نعمل الاوبن. الاوبن دي انت عندك فايل على الديسك عايز تعمل له لود في الميموري وبالتالي تطلعه على البروجرام بتاعك، فاحنا كنا زمان خدنا في الفايلز ان انت عندك فايل على الهارد ديسك، فانت بتعمل الاول فايل كلاس، فايل كلاس ده مسؤول ان هو يروح ياكسس الهارد ديسك ويجيب لك الفايل ويفتحه لك، بعد ما يفتح لك الفايل دوت انت بتبقى جاهز ان انت تاخد شويه من الفايل ده تحطه عندك في الميموري، فبتقراه وبتحطه عندك في بفر، بعد ما بتاخد البفر ده بقى انت بتبروسس عليه، عايز بقى تعرضه، عايز تلعب فيه، عايز تجدد فيه، براحتك انت اللي انت ومزاجك يعني. ف
احنا لو عايزين نopen هنعمل ايه؟ تخيل انت كاتب شوية حاجات وعايز تopen فايل جديد، فانت لازم يسألك الاول انت هتسيف ولا لا، بعد كده تقول له ال current file name ده هو as a file dialog، file dialog، لان انت محتاج تجيب الفايل من على الديسك. ففي function اسمها get open file name name، واديله this اللي انت فيه اللي هو الويندو اللي انت واقف فيها. فتشك بقى، تشك على ايه؟ والله لو ال current file name ده dot is empty، عشان ساعات اليوزر بيختار no file، فخلي بالك. نخش هنا كده ونقول له انا عندي كيو فايل زي ما قلت، الفايل دوت على الهارد ديسك، واديله ال current file name. صح. بعد كده اقول له اف، اف ايه؟ لازم اتشيك الاول في فانكشن اسمها فايل دوت اوبن، فلازم اتشيك ان هي فتحت مظبوط لانها بترجع ترو فولز. طب اوبن دي بتاخد ايه؟ بتاخد فلاج، بمعنى ان هي بتاخد المود اللي انت هتفتح بيه الفايل، في ممكن تفتح ريد بس، رايت بس، او ريد ورايت، ونوع الداتا اللي انت هتاخدها سواء تكست او باينري او كده. فممكن نقول له كيو فايل، الكيو فايل ديت هي ريد اونلي، تمام، اورد مع ان الكيو فايل ده هو خلي بالك ان الداتا جايه لك هي تكست، تمام. بعد كده طب لو ما فتحش الفايل مظبوط، طلع له مسج قول له خلي بالك في ايرور عندك، فانت بتدي له this وبتدي له warning title او ايرور ايا كان اللي انت عايز تكتبه، وخلي بالك ايرور لودنج فايل. طيب كده انت عملت لود للفايل؟ اه عملت لود للفايل. بعد كده بتحتاج حاجه اسمها كيو تكست ستريم. كيو تكست ستريم ده اللي هو البفر اللي انت هتلود فيه الفايل، فانت بتدي له بوينتر على الفايل. بعد كده تقول له ايه؟ عايزين بقى نعمل حركه روشنه، ففي ممكن تقول له كيو جي يو اي ابلكيشن سيت اوفر رايد كيرسور، وبتدي له ان الكيرسور اللي انت عايز تعمله ده هو ويتنج كيرسور. فقال يعني لو الفايل كبير فانت كده ايه هيعمل لك لودنج، يعني اهو ضحك على الناس. المهم بعد كده ريستور تاني الاوفررايد كيرسور عشان ترجعه تاني للكيرسور اللي انت كنت فيه. وانت اثناء بقى في القصه دي بتقول له ان التكست اريا بتاعتي والله فيها دوكيمنت، الدوكيمنت دي فاضيه فانا عايز املاها، فانا اقول له سيت بلين تكست، واديله واقول له ان البفر ده اعمل له ريد اول. كده احنا عملنا ريد للفايل من على الديسك. فلو احنا كده عملنا رن، تفتكروا ايه اللي هيحصل؟ تعالوا نشوف. تمام كده نفتح، لقى فيه تيست فايل، فنفتح التيست فايل لقى فيه بلا 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 بلا. طب خلينا مثلا نقول له هل ما انا مش عامل السيف، معلش انا اسف. لو احنا غيرنا كده مثلا وجينا قلنا له اوبن، خلي بالك انت عامل ايديت انا مش عايز، فيفتح لك ويجيب لك الداتا اللي مكتوبه في الفايل. خلي بالك هنا بقى، احنا هنا نسينا نعمل حاجه، نسينا نعمل حاجه. هو هنا واخد ان تايتل، ده معناه مديله اسم فايل، فده ينم على ان انا لما اديله ال current file name ده ومش empty، فمحتاج اقول له set current file على اساس ان هو يغير في اليو اي، يعني واديله ال current file name ورن الكود كده واقول له ده untitled، وجينا فتحنا تكست فجاب لي تكست. خلي بالك ده edited اهو، انت edit زي ما انت عاوز. حلو قوي. ماذا بعدين؟ ماذا بعدين نعمل ايه؟ عندنا ده خلاص كده الاوبن. تعالى بقى في السيف، هي السيف دي رخمه شويه بس قشطه يعني، فاهم؟ ممكن نظبطها يعني سوا. السيف عندي حاجتين، يا اما انا فايل فاتحه وبأديت فيه، يا اما في فايل نيو فايل فهو انتايتلد فمعيش الباص ومعيش الفورمات، فهضطر اعمل له برضه سيف از. فخلينا نبتدي بسيف از مثلا. سيف از سيف از سهله، يعني احنا ممكن نقول له ان انا عندي كيو فايل
الديالوج هو ده الديالوج بتاعي، والديالوج ده بديله this اللي هو الويندو كبيرنت يعني. طب الديالوج ده انت محتاج فيه في ايه؟ هقول له دوت سيت ويندو، ويندو موداليتي. ويندو موداليتي دي ان انا لما باجي، هات كده انا اوريها لك احسن، نوت باد وكتبنا اي حاجه وقلت له كنترول اس، فهو جاب لك سيف از لان هي انتايتلد. لو انت دوست على الـ على الـ على الويندو التانية هيقول لك خلي بالك انا الويندو دي موجوده، مش هينفع اخد منك انبوت في اي حاجه غير في الويندو دي، فهي دي الويندو موداليتي. فهديله اقول له كيوتي ويندو، ويندو موديل حلو. ايه تاني؟ وقول له ان الاكسبتد مود بتاعك هو السيفنج على اساس ان انت هتسيف. فديالوج سيت اكسبت مود بتاعك هو كيو فايل ديالوج اكسبت سيف. حلو جميل. محتاج ايه تاني؟ محتاج اتشيك الاول هو هينفذ الكلام ده صح ولا لا. فديالوج دوت اكسكيوت، الاكسكيوت دي لازم اتاكد ان هي لو مش بتساوي اكسبتد فانت كده في ايرور، غير كده تبقى تمام التمام وبقيت زي الفل انت كده وحلو. فاكسبتد اكسبتد تمام كده، هنا في ايرور، هنا ده ممكن نقول له ايرور. طب غير كده غير كده هقول له ان الكرنت فايل نيم بتاعي، كرنت فايل نيم هو الديالوج دوت سيلكتد فايل اللي انت اخترته دوت فيرست، فيرست اللي هو النيم بتاعه يعني. بعد كده تقول له سيف، سيف بس ما تنساش تقول له سيت كرنت فايل بالكرنت فايل اللي انت عامل له لود دلوقتي. حلو قوي. طيب سيف بقى بتعمل ايه؟ زي ما عملت لود من على الهارد ديسك انا بعمل الريفرس بتاع العمليه ديت على الهارد ديسك برضه. فعندي شويه عندي بفر، البفر ده مليان داتا، الداتا ديت على الرامه، محتاج اخد من الكلام ده من على ستريم، والستريم دوت اقوم جاي بعته الفايل وبقول للهارد ديسك احجز لي المكان ده عندك هسيف فيه الداتا ديت. فهحتاج ان انا اعمل كده. فخلينا نقول مثلا، اتاكد الاول والله لو الكرنت الكرنت فايل نيم از امتي فاضي، فانا هضطر ان انا اعمل سيف از على اساس ان انا هنادي على الفايل ديالوج يجيب لي اسم الفايل اللي انا هسيف فيه else. فانت كده بعد ما تعمل سيف از هتيجي تقول له طبعا كيو جي يو اي ابلكيشن سيت اوفر رايد كيرسر، وهنديله برضو الحته اللي هي كيو تي ويت ويت كيو تي ويت كيرسر. بعد كده اقوم قايل له اعمل لي كيو سيف فايل. كيو سيف فايل دي هي اللي مسؤولة ان هي تسيف الفايل على الديسك، هي زي السي بلس بلس بس هم عملوا لها شكل نضيف شوية يعني. هو في السي بلس بلس فيه اصلا الستريمز، فانت ممكن برضو تعملها بالسي بلس بلس براحتك يعني، هم عاملين كده وكده للي يستخدمها على اساس انها كروس بلاتفورم، فانت ممكن تستخدمها على اكتر من بلاتفورم براحتك بنفس الفانكشنز يعني. فتقول له ان الفايل ده اوبن، هن اوبن الفايل ده بس از رايت اونلي كيو كيو فايل مش كيو تي، كيو فايل رايت رايت اونلي، والداتا اللي مجايه لك دي هي تكست تمام. بعد كده تقول له ايه اعمل لي بقى ستريم، فانا اقول له تكست ستريم وده الاوت بتاعي، اديله البوينتر على الفايل اللي انا هعمل له اد. بعد كده اقول له ان الاوت ده املاهولي
بالتكست اريا دوكيومنت. حلو قوي. تو بلين تكست، حول لك البفر لبلين تكست وحطه في ستريم. عشان بقى اسيف على الداتا فانا بحتاج ان انا اقول له فايل دوت كوميت. كوميت يعني نفذ الامر اللي انت خدته دلوقتي ان انت تسيف على الفايل. لو ما سيفش في النص او حصل لا قدر الله حاجه، كهربا قطعت بتاع، فهيقول لك وورنينج ذس، خلي بالك وورنينج المسج ايرور ان سيفنج فايل. عليا شوية جمل يا لهوي. طيب انا كده سيف. طب لو ما فتحش الفايل بنجاح، لو ما فتحش الفايل بنجاح هناخد برضو نفس القصة دي، بس بدل ان سيفنج ان اوبن مثلا، ايرور ان اوبن فايل. حلو جميل. بعد كده تقوم ما تنساش بعد ما تعمل ده ترجع الكيرسور زي ما كان تاني، مش حاجتنا بلاش نلعب فيها. بعد كده set current file، set current file بالcurrent file اللي انت عامله. بعد كده برضو حتة روشنة، فانت ممكن تقول له status status bar، status bar الستاتس بار اللي في الشاشة، اعمل لي شو مسج ونقول له هنا فايل سيفد، وقعدها لي ثانيتين ثانيتين. حلو قوي ده كده السيف. طب ما تيجي نجرب، تعالى نجرب. كده هكتب اي كلام، سي مثلا هنكتب هلو وورلد، واقول له كنترول اس او سيف. فسي مثلا هنجرب في تيست ده واقول له سيف، يب. فبقى غيره لي بقى تيست، بقى هلو وورلد. حلو. تعالى بقى نفتح فايل تاني، سي مثلا سي ميك ده، فهو فتح لي فايل تاني اهو. تعالى دونت، انا مش عايز اسيف، لا تعالى افتح تيست تاني، هتلاقي هلو وورلد اللي انت عملت له سيف. واكتب بقى زي ما انت عاوز واعمل كل حاجه انت عاوزها. فكده احنا عملنا النيو، انا مش عايز اسيف، ممكن اسيف وممكن اسيف از. لو انت عايز تسيف از انذر فورمات ممكن تعد فورمات تانية. كده احنا خلصنا البيزك فانكشنز في السيستم دوت. يعني تعالى بقى نزود برضو شويه روشنه. يعني انت ممكن تقول له انا عايز التكست اريا بتاعتي دي فيها فانكشن اسمها زوم. زوم ان دي بتديها الفونت سايز، زي مثلا الفونت سايز دوت خليه 10 وادي له الفونت سايز، فهو هيعمل لك زوم للفونت بمقدار 10 مرات. ف جميل. طب لو انت عايز بقى تغير الفونت اصلا، يعني انت عايز تغير الفونت بتاع الكلام ده تعمل ايه؟ انا ممكن اقول له كيو فونت. الكيو فونت ده هو عبارة عن فونت يا راجل، عبارة عن فونت. ماشي. بعد كده اقول له الفونت ده سيت الفاميلي بتاعته، عشان احنا عارفين ان كل فورمات ليها فاميلي بتاعتها، او وده اسمه كورير، ده نوع من انواع الفونت. ف فونت دوت سيت ايه، سيت فونت. لا انت تقول له التكست اريا بتاعتك دي فيها سيت فونت، وادي له الفونت اللي انت كريته. حلو قوي. ورن الكود كده، انت غيرت الفونت بتاعك، كان بولد بقى حاجة جديدة اهو. كده احنا خلصنا الفيديو ده. الفيديو الجاي ان شاء الله هنكمل الموضوع بقى، ان انا ازاي اد الشيدر، اد الاوبن جي ال على الكيو تي. وده بصراحة من الفيديوهات اللي انا مستنيها بقى لي فترة، انا عملت الكيو تي اصلا عشان كده يعني. ف اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. سبسكرايب وشير، ما توقفش المعلومة عندك. شكرا.